السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم موعدنا مع قصة جديدة، قصة واعرة واعرة، قصة كوميديا بامتياز. وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تخليوا لايك وكومنتار. وشكرا ليكم بزاف على الدعم. نبداو في القصة. انا خوتي واعوذ بالله من قولة ان إلا ما كذبتش في النهار شي 10 ديال الكذبات، يفرتكو الشمل ويهزو الجناوة ويطيحو الرواح ما يدوش عليا النعاس. أنا الشيطان ما كيدورش بيا، كيصيفط عندي غير ولادو دير ليهم حصص الدعم والتقوية. أنا هي هاديك اللي كل أم كدعي الله يبعدها على ولادها. أنا هي الإبنة السيئة والأخت القذرة والحفيدة المنبوذة والتلميذة المشاغبة وقائدة رفقاء السوء بقراد جنرال. بقات ليا غير الزوجة نعمر الخانة ديالها في السيفي، ولكن تا وحدة ما ترضى تزوجني لولدها بالسيف. انا راه غير في فترة خطوبة كان قلب العائلة سفها على علاها، حتى كيوليو هازين سيوفة على بعضياتهم. كاع اللي كيشوفني في مدينتنا كيشير ليا بصباعه، راه هي بنت الحرام من فعايلها غادة، راه هي بنت الحرام من فعايلها جاية. كل شي كيقول عليا غنموت كارمة والما ما يسخنوهش ليا، وقبري يلقاوه كله الفاعي يعضوهم ان شاء الله. ما نكذبش عليكم، انا راه بغيت نتوب ونشد طريق الله ونكون حتى انا بنت صالحة غادة والنور مشعشع مني، ولكن راه الغالب الله اللي فيا ما مهنيني. الواليد شحال من مرة كواني على الكذوب، لدرجة واحد المرة كان على شوية ما يقطع لي لساني كون محفظني الله، حيت سخطات عليه أمه وهي كتموت بعد ما قلت ليها راه شراليك الكفن من الشوطية كله تقابي وحفر ليك قبر شوكة جا على الجرف غتودعي من الدنيا ومن الآخرة، وراه جاب العدول يفرق من وراك الورد كيتسناك غير توكلي على الله. جاب الله جاب ليها الفقيه كيحلف معاه قبل ما تنطق الشهادة. أما ما نقولش ليكم كون أنا غيحفر ليا قبري شوكة ويبقى يجي يخوي عليا ليصانص من الجمعة للجمعة، ديما كيقول ليا كاع المساخيط كترى ليهم شي حاجة إلا أنتي وكلت عليك الله. والنقطة اللي فيضات الكاس معاه هو ملي شريت صداع لختي مع راجلها وجات بستة ديال الولاد قرقات ليه في الدار، وراجلها حلف ما يعطيها النفقة. وهنا الواليد والواليدة كشكشوا، السخط سخطوا من زمان، الدعوة ادعاو من شحال هذا، والتبرية تبراو العام اللي قلت فيه واع. أبقى ليهم حل واحد ووحيد هو يجريو عليا من الدار. إيوا خوتي اجراو عليا من الدار. اش غنقول ليك، الدرية زوينة في الزناقي كي الدجاجة كتقاقي. أسمعت باللي البنت ملي كيجريو عليها دارهم كتمشي لدار الحرام. داكشي اللي درت أنا أصلا جهنم مسنية ليا عليها من زمان، سخط الوالدين الكذوب والبهتان النميمة والفوحان، وإيش غتزيدني الزينة شي حاجة من غير تعلي مقامي في جهنم. المهم مشيت بالنهار، قال لك الخدمة عندهم ما كتبدا حتى الليل. قلنا ما كاين باس، نت كنتعرف على الزميلات واللي سابقتني في الحرفة. إيوا خوتي بربي ما كملت ساعة بيناتهم حتى ناضت الحرب. بلا ما تشوفوا فيا أنا ما درت والو، قلت ليهم غير شكون الباترونة فيكم. عتا بديت كنشوف الشعر كيطاير والدم سايل، هزيت قلوعي وخرجت على بونت ما كانوا غيجمعوني استافيت معاهم احفظني الله. ايوا رجعت مشردة تاني، اودي الى ما قبلوش عليا والديا شكون اللي غيقبل عليا يا سيدي يا ربي. المهم درت بمقولة تحركوا ترزاقوا، مشيت للحمام درت مع الكسالة ترتاح هاد النهار وانا نروم بلاصيها بشرط داكشي اللي جمعته نعطيها منه النص. من بعد ما قبلت شمرت على دراعي وهزيت السطل، بديت كندور على العيالات
قول ثاني شديته بسناني الله يفضحني تاني. المهم ابقي تحك يا ما تحك، حك يا ما تحك. واحد الغليظه الله يسمح ليها سخفاتني، ادعيتها لمولانا وباش نتفك منها قلت ليها ابغيت نسولك وما ديريهاش مني قله الصواب. قالت لي سولي. قلت ليها راه كلشي اللي في الحمام كيقولوا عليك بلاصتك حدا البرمه وانتي جالسه بعيده عليها كيفاش؟ وهي تنوض بلا ما نعاود ليكم العيالات الله يهديهم هيديروا من الحبه قبه. داك البرمه اللي جبدات الصداع سلقات النص فيهم. المهم الا كانت دار الحرام جمعتهم صطافات فعيالات الحمام جمعتهم لومبيلونس. ايوا خوتي وخواتاتي خرجت تاني للزنقه، شريت واحد رايبي بردت به وجلست جنب واحد التروطوار كنتصنت لعظامي وكنخمم واش نمشي نديكلاري بالواليد عند الجدارميه ولا غير عند القايد يرجعوني لبيت الزوجيه ديالو هو والواليده. وانا مازال كنفكر وهي تدوز من حدايا واحد سياره نقل الاموات تابعينها الناس. قنيت على واحد خونا وانا نسولو خويا الميت راجل ولا مرا؟ قال لي امرا. قلت له الله يرحمها الى رحموها في عائلها. دار العزو فين جات؟ قال لي في القلعه. ما كملها حتى لقاني ضربت في الطريق النص. وصلت لدار العزو كانوا يلا حاطين الكراسة باقي ما داروش الخزانة. لقيت الباب محلول ادخلت ما نخرج غير في واحد الصالة عامرة عيالات كل شي بدا كيشوف فيا. عرفت غير العائلة اللي مجموعات ولا مكان للغريب. ايوا هزيت يدي للسما مرة نضرب في حناكي مرة نضرب في ركابية وبديت نوح ونهرنن. يا الحاجة ولمن خليتيني الحاجة ولمن خليتيني فين مشيتي يا الحاجة وفي قلبي كويتيني الله يا ربي الله كنت غير اديتيني فين هي فين هي نبرد بها شوف عينيا وريوها ليا نبرد بها النار اللي شاعلة فيا الله يا ربي شوف من حالي كانت مسكينة وخبر ضجي عندي وتقول لي يا بنتي اللي ما ولدتهاش من كرشي ديما كانت كتحلف بي واش شبعانة واش عطشانة حتى من اللي قال ليها الطبيب عندك الكونسير. شفت كل شي خرج عينو فيا عرفت راسي زدت فيه. ما قلتهاش ليكم السيف مسكينة كانت انا الوحيده اللي كتعاود ليا اسرارها وتشكي عليا همها الله يرحمك الحاجه الله يوسعها عليك الحاجه. نغزاتني واحد الشارفه وهي تقول تي اين حاجه كتهضري عليها راه المرحومه مازال نفيسه. كان كل شي مازال كيشوف فيا وانا نقول وسعي وسعي. كحزات وجلست حداها وبديت كنوشوش ليها في ودنيها ماتت في الولادة هانا هانتي إلا ما جابهاش راجلها من العزاية قبل ما تكمل الربعين. أبصقت في إيدي وعلمتها في الحيط باقي ما نشفاتش علامتي حتى شنق عليا شي حد من اللور. كانت مت المرحومة بدات كتمرمق فيا وتغوت ما فكوني منها غاب الكشايف. تفو مشيت ناكل كسكسو على شوية ما ياكلوا عليا كسكسو والزفة والرفيسة بالدجاج البلدي. أرماوني للزنقة تاني اينا تاني هادي راه رابع مرة وانا كانت لاح للزنقة في نفس النهار. تفو على زهر ابقى ليا غير نمشي نمد ايديا للمحسنين. بلاتي بلاتي لقيتها هاد المرة الا كمل الله بخير غادا نتعشى بالمشوي. شحال تشهيت بولفاف. المهم خطي كانت كالتالي غنمشي للمحطة وفين ما نشوف شي حد دايز نبدا نبكي عليه باللي قريساوني وما لقيت باش نرجع لدارنا. وداكشي اللي درت جمعت عليا الشوقه ودرت الحلقه نبكي ونزاوق. ولكن اللي ما درتش ليه حساب هو واحد من داك الشوقه كان شي فوه جا سولني فين غاده ما لقيت ما نقول وهو في الاصل خاصني نقول
ولا ديك الجوقه اللي جمعت غا يجمعوني بنص ويعيطوا للجدارميه يجمعوني لبنيقه. ايوا قلت على الله واحد المدينه. ايوا من زهري اللي طالع مع طلوع الشمس قال لي باللي حتى هو غادي لتما ويلاه نديك فابور. وبدات الجوقه كتصفق للتدخل النبي، وانا في داخلي كنكذب ايوا خوتي طلعوني للكار بحال شي ذبيحه. ويلي وحدي اش غندير؟ كنت بغيت ندبر على فلوس عشيوه، طلعت انا هي العشيوه وكون غير هنا بقات. وصلنا لنص الطريق وهو يحبس الشيفور دالكار وجا عندي وقال لي نزلي. قلت ليه فين غنزل؟ قال لي قلت لك نزلي. ما بغيتش. ايوا وهو يجر وانا نجر احترماني من الكار ولد الهم. وقبل ما يديماري طلع ليا من شرجم وقال لي بلي هو بوات حليمه. ايوا وديمارا الكار. ولكن شكون حليمه؟ اه احمدتك يا ربي وشكرتك اللي ما معسنيش بالكار. حليمه اللي ضيعت ليها عرسها بلي مارا كانت مازال لابسه اللبسه الفاسيه، ولكن انا كان عندي الحساب مع الحمار ديال راجلها. المهم خليونا منهم. فين حطني بعدا؟ وشكون عرف؟ راه ما كاين لا ضو لا ما لا خش لا تخرشيش. ويلي حي ايش غندير؟ يا ربي غير ما يكونوش الدياب الفاعي. اما اللي كان يفكني لساني منه الى ما زادش غرقني. وقيلا نعس بكثرة العيا. حليت عيني على شي براهش كيطلوا على وجهي كيتاكدوا واش حيه ولا ميته. كانوا غاديين يقراو وقلت لهم نمشي معاكم، وانا كل امال نلقى المدير ولا شي معلم نصب عليه حتى هو واخا يعطيني غا فلوس المركوب ونرجع ندعي الوالد باش يرجعني للدار. اما بالخاطر والله لا فيها عفط. ايوا خوتي ما وصلنا للمدرسه حتى عراجيت بالمشي. يا لطيف اشحال بعيده. ايوا مع الدخله كانوا جوج درجال كنظن واحد مدير حيت باينه كبير في العمر وواحد في مقتبل العمر لابس طابليه. قال المدير الاستاذه زبيده. قلت لا واه فريده. هو يقول المعلم باستهزاء. عاد طفات عليها الشمعه. ياك عاد صيفطتي شهاده طبيه فيها 15 يوم ليش جايه؟ القضيه فيها 15 يوم. قلت اه حسيت براسي قادره نجي عليها. المعلم ما حاملنيش او بالاحرى ما حاملش الاستاذه زبيده. قال وفين كنتي هادي عامين؟ ما كتسالي شهاده طبيه حتى كتعاودي تصيفطي وحده اخرى. بان ليا هادو عمرهم ما شافوا هاد الاستاذه زبيده. ما طاح ليا في بالي غير داك المسلسل التركي ديال حب لا يفهم الكلام، وقلت والله حتى نكمل بحاله ولكن بالنسخه المغربيه. قلت اش غنقول لكم اسيادي؟ واخا ما كنبغيش يشفقوا عليا الناس ونستعطفهم ونعاود ليهم مشاكلي الخاصه وهادي اعدى حاجه عندي، ولكن من حقكم تعرفوا حيت نتوما بحال عائلتي المهنيه. طبعا كان عندي الكونسير في الورك الله يستر يا ربي وهما يحيدوا لي الرجل. هادي اللي كتشوفوا غير اصطناعيه، اما الرجل اللي عطاني سيدي ربي راه في التراب سابقاني للجنه. ايوا له لا يوريكم اش داز على هاد الكماره اللي قدامكم. كانت رجلي كتقطع وقلبي كيتقطع ملي كنتفكر هاد الوليدات ما عندهم اللي يقريهم. دوزت شي ايام له لا توريها يا ربي لشي مسلم. وهو يقول المدير الله 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 على الاستاذه زبيده سمحي لينا على سوء الظن اللي ظنيناه فيك. قلت الله يسمح لينا وليكم. سمحوا لي نمسح دموعي باقا متاثره واخا كنبغي ديما نبين راسي قويه، ولكن الله يجعلها بمغفره الذنوب. قال المدير شوفي يا استاذه زبيده فين ما تحتاجي شي حاجه مرحبا بك ما تحشميش. وحتى الاستاذ طارق كنظن ما يبخلش عليك بالمساعدات. قلت عارفه اللي كاين القلوبه مخبيه ولاني النيه صافيه ظاهره على وجوهكم. قال المدير ايوا نخلي الاستاذ طارق يوريك قسمك.
خليت ليكم الراحة. قلت ويلي على فين غادي؟ وهو يقول المدير الأستاذ طارق غيشرح ليك. مشى وخلاني أنا والأستاذ الماسون اللي ما حاملني ما قابلني. ما كرهش يتيري فيا كون كان عنده باش. قال المعلم أنا غنعطيك تقري القسم الأول إلا ما كانش عندك مانع، حيت الأفواج الأخرى داير معاهم بروغرام باش حتى إلا مشيتي مرة أخرى نلقى ما نعتق. قلت لي صافي واخا. وهو يقول إلا احتاجيتي شي حاجة أنا في القسم اللي جنبك. ومشى وخلاني ناري من دار الحرام الحمام لدار العزو المحطة ودابا مدرسة العابات وصافي. إيوا خوتي دخلت للقسم وكان قسم فيه 20 بزكول، الحيوطة مقشرين، السبورة دايزة عليها لاندوشين، والطباشير ديال المغرب الحرش. أنا إحساب لي نقارض ساعة أنت نقارضو نتوما وهو يبقى. إيوا وقفت قدام السبورة وكاع العوينات كيشوفوا فيا. إيش غندير؟ قلت نبدا نعرف راسي وأنا نقول أطفالي الكرام قبل ما نبداو غندير لكم حصة تعريفية، نعرف لكم راسي وتعرفوني عليكم باش نوالفوا بعضياتنا ونرتاحوا لبعضياتنا، وأهم شي نحبوا بعضياتنا. المهم أنا سميتي الأستاذة زبيدة. إياها ليا مازال عاقلة على نهار حليت عينيا في هاد الدنيا. سمعت الوالد بهاد الودينات اللي غياكلهم الدود، قال ليهم القابلات باللي هاد البنية كي الزبيدة البلدية بحالو في ياماتو. إيوا صافي سماوني زبيدة، كل شي حال فيا فمو. ما عرفت حتى واش كيفهموني اش كنقول، وانا نقول انا نقلب الموضوع وقلت حتى انا كنت بحالكم. واحد النهار جالسة في بلاستكم وكان سمع الخبير ديال الاستاذ وكنقول ايش كيقول هذا، وكنت سنت زوي الساعة باش نخرج ننقز في الساحة، ولكن أوليداتي سمعوا مني هادوك الحريفات اللي قدامكم غير تكبروا ويرجعوا لكم دريهمات. هذا إلا دخلتوهم في عقلكم، حيت كل ما عمر راسكم بالقراية كيعمروا يديكم بالفلوس، وكل ما خوى راسكم كيعمروا يديكم بالطوب والياجور. كلام مؤثر ما غتفهموهش دابا، ولكن ملي تكبروا غتوليو تعطيو عليه الفلوس باش تسمعوه. بلا شك جاكم النعاس، لداكشي غتنوضوا للسبوره واحد بواحد اتعرفوا براسكم، حيت غدا في المستقبل انتوما اللي غتوليو في بلاصتي، حيت انتوما اللي غتفزوا بالبلاد القدام. وبعد كلامي المؤثر والجميل والاكثر من رائع اللي انا شخصيا اتصدمت من راسي وانا كنقوله، بربي تا كنت حاقره راسي ما كنتش يحساب لي باللي انا هكا. سمحوا لي نمسح دموعي اتاثرت، عندي مواهب دفينه خاصني غير الفرصه قسما بالله حتى نعجبكم. المهم ما كيعجبنيش نشكر راسي بزاف، والتواضع من شيام، والاخلاق كتبان ماشي كتقع. فين كنا؟ من بعد نوضتهم واحد واحد للسبوره، يقول لينا سميتو طموحاته وأهدافه طبعا بمساعدة مني. المهم رجعت القسم كله مهندسين وأطباء وعنزراء. من بعد كل تقديم داروا أحد التلاميذ كتبعوا تصفيقات حارة مني ومن زملائه. هاد الشي علاش؟ باش نقويو ثقتهم في نفسهم، باش نقويو ثقتهم في نفسهم ونحاربوا الرهبة اللي كتخليهم ديما مخبين، ونقويو فيهم حس المواجهة باش يقدروا مستقبلا يوصلوا صوتهم بدون خوف للمسؤولين والحكومة والعالم، ويوصلوا حاضرا للمعلم اللي حدانا باش يعرف راسو معانا. ما كاين غير زبيدة وما كاين ما حسن. ايوا خوتي وخواتاتي سالات الحصة وانا كرشي لاوية بالجوع من ذاكرة بجميلة ديال البارح. غادة كان مين عتوقف عليا واحد السيد رسوليا سيدي ربي من السماء، قال لي باللي داز عندهم المدير للدوار وبشرهم باللي الأستاذة زبيدة جات، وهما حيت معروفين بالكرم والقلب الكبير قال لك بغير حبوبية، والأهم من هاد الشي كامل هي الوليمة اللي مجدين ليا. ناري عرفتو
لعاب بيسال أغاب مجرد التفكير، وطبعاً بحضور الأستاذ طارق. المهم هذاك السيد شفتو كيتمازح مع واحد الوليد كيقرأ عندي، ومخفاكم حال بغيت ندير فيها لالات الأساتذة ونطرطق العينين لشي حساد. قلت أنس ولدك السي أحمد؟ قال إيه لالا. قلت ليه تبارك الله وصلة النبي، ما شاء الله تلميذ ونعم التلاميذ. عرفتي نوضتو للسبورة كل شي بدا كيصفق عليه. قال لك بغى يكون طبيب ويعالج الفقراء، والأهم بغى يصيفطك السي أحمد للحج. دري غزال الله يصلحه ويكون من الزرع والزريعة يا مولانا. عرفتي يا السي أحمد ودير معاه جهدك وتحط راس مالك كله عليه، أبربي حتى يكون أحسن استثمار في حياتك. أدكي ما شاء الله وراسه خفيف دغيا كيتعلم، غيكون نابغة إلى بغى الله. قال شنو هي نابغة؟ قلت ما عرفتيش شنو هي نابغة؟ نخلي زميلي الأستاذ طارق يشرحها لك. خليت لك راحة الله هاد الساعة. بديت كنجري ونعيط لتلاميذي الكرام قبل ما تضرب كرامتي مع عرض الحائط. إيوا خوتي وصلنا للدوار اللي كان بعيد بعد طنجة على القويرة. رحبوا بيا ناسو وتهلاو فيا، عرفتو أكليت حتى وقفت وقلت ليهم داكشي اللي بقى على الأستاذ طارق يديروه ليا فميكا. كيشتو أنا ما بقى مني والو، الشي اللي خلى كاع الناس الدوار يحلو فيا فامهم، أما عرفوني أستاذة ولا دحشة. لذاكشي علاش قلت ندور ليهم الفريكونس، وأنا نقول الله يعطي الصحة اللي طيب والله يخلف عليكم، هاكا يكونوا الناس الملاح. أبغيت ربي يخليكم ديما الفوق الفوق، أبغيت ربي يكبر بيكم كي كبرتو بيا وكبرتو بالعلم والعلماء. وفي خاطري قلت وهنا ما عرفوني أستاذة ولا طلابة، لذاكشي قلت ندور ليهم الفريكونس تاني الجهة الأخرى، وأنا نقول أجي مال هاد البنت ما كتقراش عندي. وهو يقول بوات البنت وراك عارفة أستاذة الطريق بعيدة والأساتذة ما كينينش. قلت ويلي على ما كينينش، أنا والأستاذ طارق أش كنديرو؟ كنقيو الزعبول؟ هاد العبد اللي قدامك واخا ما كنبغيش نهضر على راسي بزاف ولكن راه قاريه في جامعه اوكسفورد، واش عرفتي فين جات هاد الجامعه ولا لا؟ وحتى انا راه ما عارفاش فين جات، قراو فيها غير العلماء، ولكن انا ما بغيتش نكون عالمه، بغيت ولاد بلادي هما اللي يكونوا العلماء ديال المستقبل وترفع رايه بلادي في العالم كامل. وانت سي مصطفى إلا كانت بنتك عندها ما تلبس، أنا ما كانش عندي، كنا كنباتوا غير في القصدير، افراشنا الأرض وغطانا السماء، ولكن با كان راجل، كان كيدمر ويتقاتل، وكيقول لي يا بنتي نخليك بالجوع في كرشك، ولا نخليك بالجوع في عقلك، عرفتي؟ بلاتي نمسح دموعي، عرفتي يا سي مصطفى باش يصيفطني نقرا برا أش دار؟ باع الكلوة ديالو مسكين. وكان كيقول لي كون كان يتباع القلب كون بعته، احتى حاجة ما تغلى عليك يا بنتي، سير يا الوالد له لا يحرق فيك شي عظم، يحرق فيك غا الجلدة. قولوا امين سيادي. ديما كندعي معاه مسكين وكنطلب تلاميذي كاملين يدعيو معاه. شفتي هادي هي اللي قال عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية. وهو يقول كلامك معقول ولكن أستاذة راه الطريق بعيدة وكنخافوا عليها من ولاد الحرام يغتصبوها. قلت لي ودابا سي مصطفى أنت ما كتغتصبهاش، من اللي مخليها في الدار ما تعرف تقرأ ما تعرف تكتب، ومن اللي تبلغ تزوجها بهذاك اللي كان غيغتصبها نهار ويولي يغتصبها مدى الحياة. نديرو قضية كتخاف عليها من حقك، اجي نسولكم شحال من راجل في هذا الدوار تبقاو ديروا النوبه كل نهار يمشيو جوج درجال معاهم يوصلوهم ويردوهم، نهار في السيمانه مد ما جاب، كتعرفوا غا تحضيو غنمكم وولادكم تخليو الجهل والدياب ياكلوهم. احشومه
إلا كان غنمكم كيصور عشاكم، راه ولادكم غيصوروا لكم الأجر وغداكم وعشاكم اللي يرشاو عظامكم. واش ما بغيتيش السي مصطفى وكاع السامعين بناتكم يقراو ويخدموا ويصيفطوكم للحج تغسلوا عظيماتكم من الذنوب وتشوفوا مقام سيد النبي؟ ولا يني على هاد الفعاين، راه ماشي نتوما اللي ما بغيتش تمشيو للحج، راه ربي اللي ما بغاش يشوف وجوهكم. ناري قلت هاد الكلمه وتخبيت مورا طارق، لا ينقو عليا ساعه بان ليا كلامي اثر فيهم. ايوا فرقنا المجمع وسالات الزلطه وطاح الدرهم، وهنا خاصني نقلب فين نبات. وانا نقول الاستاذ طارق فين نباتو؟ قال انا كنبات في واحد البيت مورا المدرسه، انتي سيري شوفي باتي عند شي عائله من الدوار. قلت ويلي خايبه حتى المعاوده، من الصباح وانا كنلقي عليهم في خطابي المؤثر، وفي الاخر ما عندي فين نبات، وانا من الصباح وانا نشكر في راسي. زيد زيد نمشي. قال كيفاش نمشيو؟ واش تسطيتي؟ كي نديرو ليها؟ قلت انا نبات تحتك وانت بات فوقي، اويلي على كي نديرو ليها؟ انا نبات في بيتك وانت راه طواب اللي عطاهم الله. زيد زيد بلا ما تفرج فينا عباد الله. بقينا كنتمشاو وكنهضرو. ومال هاد البيت ما فيهش جوج ستادر؟ ومال هاد المدرسه ما فيها دار المدير ما فيها دار الحارس؟ اجي فينا هو الحارس بعدا؟ اضحك وقال ما شفتيهش. قلت اولا يخليني الضحكه، ثانيا لا ما شفتوش. قال راه كيقيل دايع في النهار حتى الليل عاد كيجي. قلت ليه كيفاش؟ وهو يقول دابا تشوفيه ملي نوصلو. قلت ايوا مزيان. وانت طارق اسمح لي يا الاستاذ كتعذبني في الكتابه. قال اشنو؟ قلت ليه ما علينا، ما مزوج ما خاطب ما داوي في شي وحده، قدك راه بولادهم. وهو يقول لا ما مزوج. قلت ليه شوف ليك بنت الفقيه غزاله وفنة، حطات الفخد ديال الدجاجة جهتك، قاصداك العفريت، شوف ما تحشمش مني. إلا كنتي باغيها كيف هي باغياك نمشي غدا نخطبها لي باش نعاودو شي زردة بحال لي. شحال كانت الرفيسة بنينة. وهو يقول لي سمحي لي نقول لي ولكن دخلي سوق راسك. قلت ها هي داخلة، واش بصح ما كتبغيهاش؟ انا بنت بغيتها الله يسمح لي، ممكن تراجل والله ما نزقلها، الزين والحداقه والشعر مسبسب ماشي بحال هاد الشطابه اللي لاصقه ليا في الراس. اجي هذاك المدير شفتو ما عاود شبان؟ وهو يقول كيجي من اثنين لاثنين. قلت لي وعلاش بالضبط اثنين؟ قال نهار السوق الاسبوعي. قلت لي اه اليوم اثنين عليها، تفو كنت ناوية نهرب نهار السوق باقا سنانة. وانا نقول الاستاذ طارق واحد السؤال، من صغري وانا محيرني. قال اللي هو؟ قلت لي طارق بن زياد، البحر من ورائكم والعدو امامكم، اشنو دارو؟ وهو يقول قارية في جامعة اوكسفورد. ومعرفش الجواب. قلت لي خاصك تعرف علاش، الأستاذ لوكاس الله يرحمه يوسع عليه بيبان جهنم الجنة، كان عزيز عليه السي محمد رويشة، كان فين ما كيتذكر المغرب كيقول لي يا زبيدة بنتي نوضي للسبورة سمعينا إناس إناس. عرفتي ملي كنبدا نغنيها ليهم؟ واه يا خويا طارق تقول غير حادة وعكي في جبال الأطلس. مازال نعقل كان كيقول لي الاستاذ دانيال الله يذكره بالخير بورشتي لي لحي اعلى رقبتي، ولكن انا عارفك ما غتيقش داكشي اسمع وحكم. ايوا خوتي بقيت كنغني وحنا غادي في الطريق، ومع كتعرفوا الاحساس العالي كيجي ملي كتسد عيني،
وكنت كونسونطرا مع الأغنية. ما حليت عيني حتى ساليت، لقيت راسي غادة بوحدي أنا والريح. أما الأستاذ طارق بحال عمرو ما كان، كنت عارفه غيتفورش لحمه، واقيلا تبوشو حتى رجليه وتنساتلو المشية. إيوا بقيت غادة بوحدي في هذاك الظلام حتى وصلت المدرسة. إيوا يا خوتي، ما نعاودش ليكم على الحارس اللي لقيت عند الباب، ريوقو سايلين غير شافني أبدا كينبح ويجري لعندي. أنا من طبعي ما كنخافش من الكلاب، ولكن ملي شفتو جاي عندي قاصدني الخلعة شداتني من الصبع ديال رجلي وعيط جبد. كان جري وكان غوت وكان قول واتسنى غير نشرح لي، راه أنا هي الأستاذة زبيدة، زبيدة الكبيدة. وامي شدوه عليا قولوا له يحبس يعطيه الحبس. ايوا يا خوتي، ما حبس حتى تحبسات ليا النفس، وجا الاستاذ طارق اعتق الموقف. اما كون ختكم رجعات بحال القديد ديال نهار العيد. تفو ديك الرفيسه اللي ضربت كلها تهضمات بالخلعه، باقا كاع ما تبنات بها معدتي. ما قلتش ليكم حيت حشمت منكم، ولكن انتوما خوتي ما غنخبيش عليكم، والله حتى حشمت نقولها غير سمحوا لي. ملي شفت الاستاذ طارق بالخلعه عن نقطه بحال داكشي ديال الافلام، الصراحه حشمت ومرقت وما كرهتش الارض تنشق وتبلعني. لداكشي مشيت كنجري لبيتو وسديت عليه الباب يمشي يقلب في النيبات، وبصراحه اكثر هو اللي حشم. اما انا ضربت ليها الحساب من الاول ودرت فيها بنت دارنا. اما انا له لا يوريه ملي جراو عليا دارنا فين مشيت. المهم اطلع الصباح وبدلت حوايجي بحوايجو، حيت انا فاش جرى عليا الوالد ما عطاني حتى شرويطه من غير الجلابه اللي لحتها ليا الوالده من الشرجم. ايوا ولبست طابليتو وخرجت. دابا عاد وليت الاستاذه زبيده، البارح كنت بحال الشحاده عبيده. ايوا خوتي، خارجه كنقاد في حالتي الصراحه، هاد الحوايج واسعين عليا حتى الاستراحه ونقص منهم. المهم نقيين نقضي بيها. ما حسيت غير بمولاهم واقف عليا ابدا كيطلع فيا ويهبط، وهو في قرارات نفسه ما كرهش يطلعني للسما السابعه في جهنم الثامنه كون كانت. قال علاش لابسه ليا حوايجي، واش تسطيتي؟ قلت لي علاش؟ مصدومه بحال ما عارفاش علاش. ياك البطل والبطاله فاش كيباتوا تحت سقف واحد كتصبح لابسه حوايجو. بدا كيخمزه فيا وانا ايوا صافي ابن ما تعقدها، راه غير بغينا نتمازحوا معاه. خف داك الكلب تاني هجم عليا وقلت اللهم نتنكر بالباسك.